أبان دولها لباتي إذا ماذا قرن كتمرية السومالي لان سريقو تسليبان برق كيسود ومن مي ودن بيبا كرمير هولوت كمري يقبل هذا برق السومالي لان يولو فريس ماذا إذا ماذا قرن كا أيا ساك حرنتها أيضا كقرن كا أيضا كقرن كو كله يا مقالة الله دولت كمقالة الله سعانات وقلت طلعي سراكيشة يولو سراكيل حقين ندا طلعياشة إذا ماذا عطبية كتر سن إذا ماذا قرن كدر تشدي ولوان مدحناها كمرية السومالي لان وبحيي مناسبات كوبان الوقف تتلسك وكل يا عيدا كقرنكو دولتك مقال الله سعانات ايا درة تشدا سي لوغو تلاي سراكيشا سي وغورينا وحكا هذا تليها قيب طلب يطم نازع عيدا كقرنك كمرية السومالي لان قاشا الله سري احمد هوري اللباح وشيقي وحتركا درة تشدا ولي هذا هاي ونعم بليه مدحناها كمرية السومالي لان يوليبا تليها قوزة عيدا كقرنك كمرية السومالي لان ما انتو اي تاريخ التحي أفر يتوان كيف يشيل لبعض لبعض كوني يتطبيع توانكا أيوة حفر حد يو هين بوا إذا كقرنكا وما أنت حلك الله وجو حري أما كوك هذا نيا جود هامبا ترشدي دل عادة لبعض كون يتطبيع توانكا إذا كمان تدل عيا وحوي عيد شام كون يصدح بقول أفر كون يصدح بقول iyo 93 sidii uu sheegay iyo fulinayo amarka balanqaadkii madaxweynaha wakiil uu ka yahay abaabulaha labaad ee ciidanka qaranka sareeyo guuto Saleeban Barre Hassan ayaa maanta halka lagu xiray ciidankii darajada een haday noqoto alif leh ilaa iyo gaashaan la dhex yaa halkan maanta lagu xiraya een عادياً إذا كقرنك وحيوتها المورال وحيوتها الدلعات أنت حكومة دن إما كشرت عيد على طي إما تحوين أحمد محمد محمود سيراي وكي هاي متحوينها إذا كقرنك وحوي هلاي مرك الله يجو حاجة نولشة دير كذا مورالك يو دين عيا كلا فر بضمبا أبن دولا هلبات إذا كقرنك تمرية السومالي لان سريجو تسليمان برك كيسود أي يسقون على الكاسي وقام بليه إذا ماذا قرن كا يولي بحاسس كو دا يسقون شاقين درجاتا مدحونا هاتي مريد السومال لانو قد تلقى لي إلا ما يعيدا قصر أكيل قال ساشان كون وصر كال وكتر سن إذا ماذا قرن كا مريد السومال لان يولي بعيدا بلاد يدا ديقان ذا بريق قبل ذا صول حيسمو يولي ببوه ذا waxaan u sheegaynaa laga bilaabo maanta ciidan beeleedku ay ka mid yihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lana xuquuq yihiin qaateen darajadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu tala galay ciidan beeleedyadaasi bismillaah awalan ilaahay baa mahadle halkan wuxuu ahaa nagu kulmiyay maanta inaannu ku qabanno xafladan ee lagu bixinayo dalacada ciidanka ee aad u qiimaha badan هذا الله بعض واحد يسكله الحوينا كمريد الصومالي اللي أنا أحمد محمد محمود سيلانيو وما نتي سنة جورا عيدا كلا بعض فيور وري كل واقعي منو دل عسيي عيدا شان كون كده أما أفر كوني يبلا تاس ووجا الله ها إنه عيدا ك كرجو غاضو مور الكيسة لقاليه سا هي هي بدل عيدا كأنت وا runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siraaniyo ciidanka qaranka wuxuu galiyay maskax iyo dhaqaale badan si ay qeyrkooda la jaan qaadaan wa madaxweynuhu horeeyay oo ciidanka darajada u xiray oo ka muujiyay waxa maanta dushooda saaran waan ugu mahadcelinaynaa in uu ciidanka kor soo qaado dhaqaalahooda حاجة طاب برضا إيو حاجة هاي بدها إذا نبغى أنت بقى بهذا اللباد حويا تلباد حويا تليها عيدا كا قرن كا سريع جاس نروح اسمع الثاني دي سنة كيش سرقوا بشر غيسا وحي ما هو بمحمى أنت كل مرة دوسة مين أيام وعيدا كود حمر أيام
إن الله قريب صدان مع الظروف تهذا وعيد وخشرو إن الدرت الله سيحضان إن الأجدان مع واحد عيدن كسبين هاي عيا قاضي ودين عاجد شوقة عيا عيد البكاء عيا قبيل ملع عيدن مركا أنت النفط ولا قريب سنة سا وساحك وحكومة عونا سا وجيت كم وشوكته يجا عيد البكاء عيا يا يبات كم الله قريب صدان وأوروريان أبارتي دلك كده على يافر يتضباطن كي وترن كلا هيد dadka waxa caawiyay ciidanka ciidanka lagu baxsaday ciidanka dadka soo ururiyay ee baawurtooda guraysay raashinkooda siinayeen dawooda iyaga daweynayay sidii oo kale la idin ka rabaa waan hubaa inaad muhiim ah wax badan qabtaan inaad caawisaan ee haddirba waan ogahay in muhiim ah biyaha loo dhaamiyo in raashinka la siiyo xaalad adag ba taagan ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahayna ka saaro oo ilaahay uu farad u furo dadkii xoolay waa ka dhamaadeen waad arkaysan dayaca taagan munaasabadduna ahayd mid aad loo soo agaasimay ayaa waxa ka dhex muuqday saraakiisha iyo waliba saraakiil xigeenada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la siiyay sanadkii sanad guuradii ugu dambeysay ee ciidamada aasaaska ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka abaandulaha guud ee ciidamada qaranka sirreeyay guuta Saleeman Bare Geesood ayaa kormeer ballaadhan ku sameyn doona fariisimada ciidamada qaranku ay ku leeyihiin aagga hore ee gobolka Sool, gobolka Xaysimo iyo weliba gobolka Buuhoose. Ma aha markii ugu horreysay ee darajo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland bixiyo lagu talo saraakiisha iyo weliba saraakiil xigeenada xaq u yeeshay inay dalacaan. Waa ballanqaadkii iyo weliba waxqabadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku suntan yahay in ciidamada qaranku ay helaan darajada ay xaq u leeyihiin. Wa Barkhad Cumar Axmed, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaanood.